على الشاشة نقلا عن الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين وجندي في قطاع غزة. أنتقلون إلى أحمد دراوشة مراسل تلفزيون العربي من تل أبيب لموافاتنا بتفاصيل هذا الخبر، وأيضا حديث رئيس الأركان الإسرائيلي الذي بدأ يصدر قبل قليل. الثلاثة مقاتلين جندي وضابطين برتبتي رائد ونقيب، الضباط أو الضابطان قتلا في معارك شمالي قطاع غزة، بينما الجندي قتل في معارك وسط القطاع، عادة في إشارة إلى منطقة جحر الديك التي تشهد معارك ضارية جدا بين المقاومين الفلسطينيين وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي. أحد الضابطين القتيلين هو من مستوطنة في الضفة الغربية، تحديدا في منطقة الخليل، جنوبي الخليل، وأعلن عن مقتله في وقت سابق اليوم، وأعلنت المستوطنة عن مقتله قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتله، لكنه الآن أكد ذلك، مقتل ضابطين إسرائيليين رفيعين وجندي إسرائيلي في معارك مختلفة في قطاع غزة. بالنسبة لتصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، فقد أقر بأن الأهداف التي وضعها المستوى السياسي الإسرائيلي صعبة، قال إن تحقيقها يتطلب فترة طويلة وإنها ليست بسيطة، أقر بذلك، قال إنه لا يملك حلولا سحرية وإن الحلول المتاحة أمام إسرائيل ستستغرق فترة طويلة. فيما يتعلق بالقضاء على حركة حماس، قال إن إسرائيل تقترب من تفكيك حركة حماس شمالي القطاع، وهذه العبارة مهمة، التفكيك وليس القضاء، بمعنى أنه يقصد أن حماس التي كانت تعرفها إسرائيل كتائب القسام، وهي الكتائب الكبيرة والضخمة، يدعي أن إسرائيل توشك على القضاء عليها بشكلها التنظيمي الكبير، لكنه يقر بوجود خلايا لحركة حماس في قطاع غزة تعمل منفردة، ولو أنه لا يقر بأن هناك تنسيقا بين هذه المجموعات الصغيرة، بين الخلايا الصغيرة، وهذا ما كانت أشارت إليه وسائل إعلام إسرائيلية خلال الفترة الماضية، أنه منذ بداية الاجتياح البري حركة حماس تفضل العمل بطريقة كتائب صغيرة من مجموعات صغيرة من مقاتلين إلى ثلاثة مقاتلين، توجه ضربات لقوات الاحتلال الإسرائيلي ثم تنسحب إلى داخل الأنفاق أو إلى أماكن وجودها. هذه الطريقة أسهل على الحركة في العمل، والجيش الإسرائيلي حذر منها أكثر من مرة، والآن يقول رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل تعمل على تفكيك الكتائب الكبيرة لحركة حماس. هذا يعني إقرار بفشل إمكانية القضاء على حركة حماس في مناطق شمالي قطاع غزة أو في قطاع غزة بشكل عام، وإن هدف الاحتلال الإسرائيلي على الأقل خلال الفترة المقبلة هو تفكيك الكتائب الكبيرة كما يدعي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي. إقرار بأن الأهداف التي وضعها الجيش الإسرائيلي القيادة السياسية الإسرائيلية هي أهداف صعبة ولا يمكن تحقيقها خلال فترة قليلة، يمهد أمام الإسرائيليين للانتقال للمرحلة الثالثة من هذه الحرب، خصوصا أن إسرائيل بالغت في بداية هذه الحرب في الحديث عن أن مقاتلي القسام ينهزمون أمام جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن الإسرائيليون يتداولون خلال الفترة الأخيرة الفيديوهات التي تعممها القسام، وبالتالي يكذبون الروايات.